طيب، مكتبة اسكندرية عملت احتفال من نوع خاص بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان التشكيلي آدم حنين، باعتباره اسم مهم في تاريخ الحركة الفنية المصرية المعاصرة وأحد أشهر الفنانين التشكيليين دوليا. والمكتبة أنتجت فيلم تسجيلي عنه وكمان عرضت المقتنيات الفنية الخاصة بيه. احنا دلوقتي معانا على التليفون الأستاذ جمال حسني، مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة اسكندرية. صباح الخير عليك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وفي البداية لو يعني توضح لنا ما اشتمل عليه الفيلم التسجيلي اللي تم إنتاجه مخصوص في هذه المناسبة. صباح الخير، كل سنة حضرتك طيبة وشكرا على الاستضافة. حضرتك طيب يا فندم. الحقيقة الفنان آدم حنين له يعني معزة خاصة عندنا. المعرض اللي اتعمل للفنان آدم حنين هو إهدانا مجموعة من مقتنيات ومجموعة كبيرة، يعني 71 عمل فني اتعمل بيهم معرض دائم للفنان آدم حنين في مكتبة اسكندرية سنة 2010، ودي يعني هدية العمر، يعني إن حد فنان يهدي هذا الكم من الأعمال للمكتبة علشان الجمهور يشوفها. فنانين تانيين برضو كبار أهدونا أعمالهم، ولكن المجموعة بتاعت أستاذ آدم الحقيقة مميزة جدا. هم عبارة عن 10 أعمال صحيح. من البرونز النحتية و61 عمل تصوير رسم. يعني الفيلم طبعا العلاقة اللي تمت بيننا وبين الأستاذ آدم حميمة على مدار السنين، لأن هو كمان كان يعني يعتبر مستشار فني لينا، فكنا بنستشيره وبنكلمه وبنسأله، علاقة قريبة جدا جدا. وهو الراجل كان سامح وروحه حلوة وما بيبخلش أبدا أبدا علينا بقى. صحيح، يعني هو كان شخص معطاء ولا يبخل على أحد أبدا بفنه وبعلمه. لكن خليني أعرف بقى من حضرتك، هل هيتم تنظيم معرض دائم ليه، يعني رمز من رموز الفن التشكيلي وهو الفنان آدم حنين؟ هو المعرض موجود، المعرض موجود من سنة 2010، يعني قائم طوال الأيام العام يعني. ايوه، وبيزار يوميا من كافه الزوار المكتبه، يعني ده في مسار الزياره الرئيسيه لمكتبه اسكندريه. موضوع الفيلم بقى طبعا، عشان بقول لك العلاقه الممتده بيننا وبين الاستاذ ادم الله يرحمه، ان احنا فكرنا ان احنا نستغل وجود هذه القامه الفنيه بيننا ونعمل فيلم عنه، ويعني حاجة بسيطة توضح للجمهور قد إيه هو يعني وهو موجود وسط الأعمال بتاعته. طبعا يمكن حضرتك المشاهد اللي بتعرضها دلوقتي هي من المؤسسة والمتحف بتاع آدم حنين في منطقة الحرانية في القاهرة عندكم، وياريت يعني السادة المشاهدين لو في ناس كتير ما تعرفش عن المؤسسة ووجود المتحف، لأنه هو برضو على أطراف القاهرة في منطقة الحرانية، ولكنه مكان رائع، يعني مكان رائع يعتبر جنة صغيرة زي المشاهد اللي بتورينا دلوقتي. ودي مشاهد من الفيلم اللي احنا عملناه، المكتبة عملته عن المتحف. وده يمكن يا أستاذ جمال دور مكتبة اسكندرية في إحياء ذكرى الفنان آدم حنين وتوصيل مسيرته للأجيال اللي جاية. هو كمان دور المكتبة إن هي بتعرف الناس، بتلقي الضوء على القيم اللي موجودة في المجتمع في كافة الأشكال، وإحنا من ناحيتنا خصوصا الفن التشكيلي. يعني دي طبعا الناس اللي ما أسعدهاش حظ إنها تروح المكان، الفيلم ده بيعتبر فرصة كويسة جدا جدا إن هم يتعرفوا بعين محترفة لهذا القدر من الفن والإبداع. وكمان في طبعا الحمد لله ان احنا لحقنا نسجل روح الفنان آدم نفسه، لانه كان انسان جميل جدا وكان في اخر مراحله، والحقيقة كنا قدرنا ناخد منه لمحات من كلامه ومن طريقة عمله، وكمان رؤيته للمتحف ده ازاي تم، والمجموعة القيمة جدا جدا اللي بنصح كل الناس انها تروح تتفرج عليه. وطبعا يقولنا المكتبة، يعني لان المكتبة في اسكندرية فيها زي ما قلت لحضرتك ال 71 عمل بتوعه، دول مجموعة مش هينة ابدا يعني.
عظيم. الأستاذ جمال حسني مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة اسكندرية، نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.